اشتغلت موديل وحلم حياتها تطلع مدرسة إنجليزي. بقول لها عادينا جنب الشبكة لي نو ومحرومة من التمثيل بقالها 7 سنين. 13 سنة بقى اللي فاتوا دول، الناس بقى اللي بطلت تشتغل معايا من غير سبب. وطلعت استغاثت بنقيب الفنانين. في فوت كتير في مصر على المواضيع اللي أنا يعني بقولها دي. وبيتابعها 5 مليون على فيسبوك. إيه ده كرامة مين اللي متبعترة كده دي؟ أنا لسه مسحة. وفي فترة بسيطة بقت من أشهر التيك توكرز في مصر. والله العظيم ثلاثة ما إعلان، أقسم بالله العظيم ما إعلان. أسرار في حياة رندا البحيري هتعرفها لأول مرة بعد أزمتها الأخيرة. ومش هتصدق مين اللي بيحاربها في شغلها وبسببه مش عارفة تشتغل في مجال التمثيل. هي مفيش في إيدي حاجة أعملها، بدأ عليها على قد ما أقدر. اتصدرت الفنانة رندا البحيري ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما طلعت تستغيث وخايفة يتحجز على أملاكها بسبب مشاكلها مع الضرايب. ومن وقتها وبقت حديث الناس والكل عاوز يعرف مشوار رندا الفني وإزاي اتحولت من فنانة بتقدم بطولات لأشهر تيك توكرز في مصر بقالها سنين ومش عارفة تمثل، وكل ما تشارك في عمل بيتم استبعادها منه بطريقة غامضة. رندا البحيري من مواليد القاهرة يوم 8 أغسطس سنة 1983 ممثلة مصرية. اتخرجت رندا من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وكان حلم حياتها من طفولتها إنها تبقى مدرسة إنجليزي، ده غير إنها موهوبة في الرسم. وبدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل إعلاني، وبعدين انتقلت للعمل في الأغاني المصورة الفيديو كليب. ومن شغلها كموديل اقتحمت عالم التمثيل سنة 1998 في التلفزيون والسينما والمسرح، وكان أول أعمالها مسلسل أولاد حتتنا، وقدرت إنها تثبت نفسها على الساحة الفنية وحققت نجاح كبير في الأدوار اللي أدتها رغم صغر سنها وعمرها الفني. رندا شاركت في العديد من المبادرات والأعمال التطوعية الخيرية في الإمارات والعراق. رندا البحيري اتجوزت سنة 2011 من سعيد جميل وخلفت منه طفلها الوحيد ياسين، ورغم انفصالهم بعد فترة إلا إنها ظلت محتفظة بعلاقتها الطيبة بوالد ابنها. رندا البحيري اتكلمت عن تعرضها لضغوطات وصعوبات كبيرة بتواجهها في حياتها الفنية والشخصية. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت رانيا عن حرب خفية تشن ضدها من سنوات طويلة أدت إلى منعها من العمل في شركة الإنتاج المصرية لأكثر من 7 سنين بدون أسباب واضحة، وطبعاً ده أثر على مشوارها الفني بشكل كبير. لكن رغم كده اتجهت رندا البحيري للسوشيال ميديا وعملت حسابات على كل المواقع، لدرجة إنها في وقت قليل بقى بيتابعها ملايين، ده غير إنها بقت نجمة من نجوم التيك توك بيتابعها ناس كتير وبتدخل في تحديات وبتكسب ملايين. وبقت بتفتح مشاريع أشهره من المطعم الخاص بها. والغريب إن رندا بتقول إنها اتعرضت للنصب من بعض الأشخاص، لكن رغم كده قدرت توقف على رجليها من تاني وتكمل شغلها. والحاجة الغريبة اللي شغلت الجمهور، مين هو الشخص اللي بيحاول يحارب رندا وبسببه بقالها 7 سنين مش لاقية شغل؟ ده الموضوع كبر معاها لدرجة إنها كل ما بتدخل عمل أو تشارك فيه مسرحية وتبدأ في البروفات تروح تاني يوم تلاقي نفسها مستبعدة من العمل لأسباب غريبة.